الفيل طبعا هو مخلوق بنميزه عن بقية الحيوانات، يعني مش ما لا يطلق عليه كلمة حيوان زي بقية الحيوانات، يعني هو مخلوق جميل ربنا جعله من أجمل المخلوقات. وحصان تفاعل أو حيوان تفاعلي، يعني يتفاعل مع الإنسان زي ما شفنا إزاي الحصان بيعرض نفسه وبيتحرك وبيعمل شو. يعني الخيل بنتعامل معها من الناحية الطبية، يعني في كحيوان منتج أو يعني كمخلوق منتج، بالذات في الخيول العربية بنهتم بالإنتاج بتاعها السنوي من المهرة أو المهرة اللي بتجينا كل سنة من الولادة. قلنا بقى من البداية أن احنا بنهتم إزاي مع الأم من بداية تلقيح أو فترة الحمل. احنا بنهتم ببداية عملية التلقيح أو الإخصاب من البداية. تمام. يعني دائما بنهتم بأن تكون عملية التلقيح تلقيح صناعي وليس طبيعي، بنحاول نقلل من التلقيح الطبيعي، لأن أولا التلقيح الاصطناعي من فوائد أنه بيقلل التلامس ما بين الذكر والأنثى، وبالتالي أقدر أمنع حدوث أي مشاكل للذكر أثناء عملية التلقيح الطبيعي، لأن بعض الفرصات لو هي خاصة البكارة ممكن تأذي الحصان أثناء عملية التلقيح بالرفس أو غيره أو خلافه. في نفس الوقت إن احنا بنمنع انتقال الأمراض التناسلية من الذكر للأنثى أو العكس. فعملية التلقيح الصناعي بتمنع عملية انتقال الأمراض، لأن احنا أثناء عملية التلقيح بنستخدم بعض المواد والمخففات اللي عليها بعض المضادات الحيوية اللي بتقضي على بعض الأمراض التناسلية. في نفس الوقت أنا ممكن أستخدم الجرعة الواحدة أو التجميع الواحدة من الحصان أقسمها على عدد من الفرصات، فلو أنا هلقح طبيعي يبقى الحصان هيلقح فرس واحدة بس، لو هلقح صناعي ممكن ان انا اقسمه على عدد من 2 إلى 4 فرصات تبع التركيز والكميه. اول ما بتتم عمليه الحمل بتتم المتابعه بالموجات فوق الصوتيه، المتابعه الدقيقه عند 15 يوم من الحمل بيتم تشخيص الحمل، وبنهتم في المرحله دي اهتمام بالغ بان انا اقدر اعرف هل في توائم او ما فيش، لان التوائم في الخيول بالذات غير موجود فيها. التوائم بنعرفها بعمليه السونار. بالسونار بالتشخيص من بدايه 15 يوم اقدر اعرف في توأم ولا لا، لان لو موجود توأم لازم اتخلص منه قبل ما يحصل عمليه انغراس للجنين، علشان ما يحصلش اجهاض في الشهر السادس او السابع ويسبب لي مشاكل في الرحم وعنق الرحم، وبالتالي هفقد الموسم التناسلي كله. فبنتعامل معاه في المرحله دي ان انا اقدر اضمن ان في جنين واحد هو مكمل في الفرصات اللي هي مشهور عنها او بالمتابعه بلاقيها دايما بتكون توائم. بعد ما تتم عملية الحمل ومتابعة الحمل بدقة بنهتم بالتطعيمات أو التحصينات، خاصة الهيربس فيروس والإنفلونزا. تمام. فبنحصن في الشهر الثالث والخامس والسابع كروتين وورك، يعني للفرصات العشائر أو الحوامل. تمام. المتابعة الجيدة طبعا، لأن الخيول أو الأفراس في بعض الأحيان بيحصل التهاب في المشيمة، ممكن يحصل إجهاض، فبنتابع كل فترة علشان نطمن على المشيمة، نطمن على الجنين، ونعد الفرس لعملية الولادة. قبل الولادة بشهر لازم نكون مسكنين الفرس في مكان معين، ما ننقلهاش في مزرعة لمزرعة تانية، علشان الأجسام المناعية اللي بتتكون وبعد كده بتنزل في السرسوب للمولود يفضل إنها تكون من نفس البيئة اللي متواجد فيها الفرس.